استرجع الكرة يكون بسهولة في منطقة الفريق التونسي. الركنية لصالح المنتخب الوطني، تدخل الحارس تزيد قوي بهذه الطريقة بالذات. كنا ننتظروا على شكل ممكن مرور، نشاهدوا الهدف يعني كانت تسديدة بدون مراقبة، كنا ننتظروا مرور سوداني ولا مرور غيلاس ولا توزيع من اليمين ليسار، ولكن كرة مثل هذه ما كناش ننتظروا. حسن ما فعل بالنسبة لبودبوز وكان ذكي جدا وهو يدرك ماذا يفعل في هذا المنطقة بالذات. من ضمن هذا الهدف راه يعطي أكثر حيوية بالنسبة للفريق الوطني، يعطي أكثر ثقة